أي واحد مهتم بالتغذية أو السعر الحراري لازم يشوف الفيديو ده. الكالوري، كالوري اللي هو سي كابيتال، هو بيساوي كيلو كالوري، كيلو كالوري اللي هي كالوري بالسي الصغير. تمام. تعريفه بالانجلش: the amount of energy which is required to heat 1 kilogram of water 1 celsius degree. وممكن استعيد عن كيلو جرام ان انا اشيله واحط لتر، لان اللتر بيساوي كيلو جرام في الميه فقط، لان كثافتها بواحد، ودي ممكن اقولها لكم اخر الحلقه. تعريفه بالعربي: كميه الطاقه اللازمه لرفع درجه حراره 1 كيلو جرام من الميه درجه واحدة مئوية. الابريفيشن بتاعه أو اختصاره اللي بيظهر لما تشوفه في أي حاجة، على أغلفة الأكل، على أي حاجة احنا بناكلها أو هنستخدمه إن شاء الله بعد كده في مرحلة الحسابات، هيبقى عندك سي كبيرة A L بتساوي K C small A L. ده اختصار. طب ما تعالوا بقى عشان اللغط اللي موجود على المواقع وعلى كده، عايزين في حته نكسرها. الكالوري بالسي الصغيره ايه مع ايه؟ ايه تعريفه؟ تعريفه: the amount of energy which is required to heat 1 gram of water by 1 celsius degree. بالعربي: كميه الطاقه اللازمه لرفع درجه حراره 1 جرام من الماء درجه واحده مئويه. واختصارها بيبقى C small A L، ده الابريفيشن بتاعها. ودي اللي هي يعني الكالوري بالسي كابيتال بتساوي الكيلو كالوريز بالسي سمول بتساوي 1000 كالوريز بالسي الصغيرة. عشان كده هنا في تعريف الكالوري الصغيرة قلنا 1 جرام، لأن هي الكالوري الكبيرة ب 1000، 1000 جرام يعني كيلو أو لتر. تمام كده؟ كده انا بحاول اللي هنا قلته الناحيه الثانيه. اللي على اليمين دي انا بقولها لك للمعلومه عشان لو لقيت حد سواء في موقع انجلش او عربي بيقول لك جرام تعرف ان هو قصده على انهي فيهم، بس دي احنا ما بنستخدمهاش للمعرفه. تمام. في عندنا واحده تانية غير الكالوري، عشان لو قابلتك برضو بتبقى موجوده على الاغلفه، اللي هي الجول. الجول او كيلو جول، الجول او الجول اللي هي الصغيره دي مش يعني مش مهمه برضو، بس انت لازم تعرف ان الكالوري الصغيره اللي هي السي اي ال دي بتساوي 4.184 جول. دي برضو للمعرفه، دي العلاقه ما بينهم، ريليشن بتوين كالوريز اند جول. ده دي على اليمين. اما بقى لو رحنا على الشمال هتقول العلاقه ما بين الكالوري والكيلو جول، او الكيلو كالوري والكيلو جول، هي الريليشن بتوين كالوري اند كيلو جول. دي السي الكبيرة اللي هي كالوري سي اي ال بتساوي كيلو كالوري بتساوي 4.18 كيلو جول. يعني اللي هي دي بقى المستخدمة، يعني انت لو لقيت حاجة بتجول على الأغلفة تقسمها على 4.184 تديك الحاجة بالكالوري الكبيرة أو بالكيلو كالوري. وعشان نقفل الموضوع خالص، أدي السطر ده اللي هو الكالوري السي الكبيرة بتساوي 1000 كالوري من الصغيرة اللي هي كيلو كالوري من الصغيرة برضو بتساوي 4.18 في 1000 من الجول الصغيرة بتساوي 4.184 كيلو جول. طبعا يعني أنا يعني بقولها لك عشان أقطع لك الموضوع خالص، بس هي زي ما بقول لك الصغيرين دول مش هتبقى محتاجهم اللي هم على اليمين، بس أنا بحاول ألم لك الموضوع كله يكون عندك وتكون الموضوع خلصان. اللي هنستخدمه في الحسابات الفترة الجاية إن شاء الله هيبقى بالكالوري، بس أنت هتلاقي بعد ساعات موجود الجول فلازم تبقى عارفها. وبعد الخلاصة بقى، أنا عمال أقول ليه كل شوية كالوري كالوري أو السعر الحراري، لازم بقى بنستخدمه إزاي، وده اللي هنقوله إيه دلوقتي. دي الوحدة اللي أنت بتقيس بيها الطاقة في الأكل. يعني هديك مثال بالظبط، اللي هو زي مثلا في عربيات لما تيجي تشتريها يقول لك ان ال 10 لتر بيمشوك 100 كيلو. تمام، 10 لتر بنزين يعني. هنا نفس القصه، انت هنا كل جرام من الاكل بيمشيك قد ايه طاقه؟ الطاقه دي بنعبر عليها بالكالوري. يعني زي ما عربيه بتمشي كيلو متر، واحنا بنقول الكام لتر بيمشيك كام كيلو متر، كام لتر بنزين بيمشيك كام كيلو متر. هنا بقى بنقول كم جرام من الاكل او كم قد ايه من وزن الاكل
يمشيك كالوري عشان تقدر تعمل مجهودك اليومي. فدي مهمة جدا ان انت تبقى عارف العلاقة بقى اللي هي جاية، اللي هو علاقة الوزن بالكالوري، ودي هقولها لك دلوقتي عشان الموضوع يوضح قصادك. يعني في 3 حاجات لازم تحفظهم او تفهمهم: 1 جرام من الكربوهيدرات او 1 جرام اوف كربوهيدرات بيساوي 4 كالوريز او 4 سعر حراري، 1 جرام اوف بروتين بيساوي 4 كالوريز 4 سعر حراري، 1 جرام اوف فات بيساوي 9 سعر حراري. يعني اذا الجرام من الكربوهيدرات او البروتين اي واحد فيهم بيساوي 4 سعر حراري، 1 جرام بس من الدهون بيساوي 9 سعر حراري. هيفيدنا في ايه؟ هيفيدك ان شاء الله بعد ما نخش في مرحلة الحسابات، لما طلع لك السعرات اللي انت هتحتاجها في اليوم، من السعرات دي نعمل تحويلة في الاخر تجيب بها الوزن الاكل اللي انت هتاكله. العملية بتيجي عكسية، بنجيب في الاكل بالعكس، نقعد نحسب 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 ونطلع كل حساباتنا بالكالوريز، وبعد ما نطلعها نروح محولينها بالمعادلة البسيطة قوي دي اللي هي 4 كالوريز 4 كالوريز 9 كالوريز، اللي هم اللي قدامك دول، عن طريق كل واحد فيهم قد ايه بناكله، ونقدر نجيب الوزن اللي انت هتاكله عندك في الاخر. هتروح اما تيجي تحط الاكل على السفرة او تحطه على الترابيزة او تحطه على اي حاجة انت بتيجي تاكل بتوزن، ما دي بقى الوزن ده، انت هتاكل 100 جرام رز، هتاكل 50 جرام لحمة، هتبقى بالوزن ده تعرف تجيب الحاجات دي. فدي انا بس بعرفك ان الكالوري قد ايه اهميته وقد ايه انت ممكن تستخدمه بعد كده، بس بعد ما نخلص الحسابات ان شاء الله. هيبقى ال3 حلقات، يعني عندك الكربوهيدرات هحاول ألمه لك في حلقة ان شاء الله، البروتين هلمه لك في حلقة، الدهون والفاتس، يعني ال3 مركبات دول كل واحدة فيهم في حلقة. تبقى انت كده واضح قصادك كل الدنيا، وعشان انا لما اجي اخش في مرحلة الحسابات خلاص هبتدي بقى يعني كام خطوه بيها تعرف سعراتك الحراريه. انا كده عملت معاك الجزء اللي هو النظري، بس فيه لازم اقطع بقى يعني عشان تبقى كل حاجه واضحه، اقطع الكربوهيدرات والبروتين والفاتس دول لما يبقى انت فاهم كل حاجه، عشان لما تيجي نحسب ما تبقاش عندك المسمى وخلاص، يكون عندك كل حاجه بالتفاصيل وعارف دي معناها ايه وبتتخزن فين، وتبقى عندك فكره كويسه عنها. ده ان شاء الله. يبقى احنا قدامنا 3 حلقات نظري، وبعد كده هيبتدي بقى ايه الحسابات، وهتبقى السعر الحراري ده لازم يكون فهمه كويس جدا. فياريت الحلقه دي نطلع بيها بحاجه كويسه. بالنسبه للناس بقى اللي هي بتقول لي اللتر، يعني عشان برضو تبقى كل حاجه في الفيديو واضحه، هو ازاي اللتر بيساوي كيلو جرام. الناس اللي هي درست فيزياء او رياضيات او كده عارفين ان كثافه الميه الوحيده اللي بواحد، ووحدتها هكتب لك المعادله على الشاشه للناس المهتمه. الناس اللي مش مهتمه بالرياضه مش فارقه كتير، والناس برضو اللي حست الموضوع كبير، انا يعني برضو انا بديك خلفيه، لكن بعد كده الدنيا وانا ماشي اي حاجه هتقابلنا مع شويه اكزامبلز مع شويه ارقام هتلاقي الدنيا بسيطه خالص. انا بس بحاول ارمي ارضيه عشان تبقى انت واثق من نفسك وعارف انت بتقول ايه. ما تقولش كربوهيدرات وخلاص، ولا بروتين ولا فاتس وخلاص، او تقول كالوري. في ناس اول ما بتسمع كلمه كالوري بيجي لها حساس او سعر حراري. الموضوع بسيط جدا يا جماعه. كثافه الميه بتساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، وهي برضو بتساوي 1 طن على المتر المكعب، وهي بتساوي 1 كيلو جرام على السنتيمتر مكعب. دي وحده، دي كثافه الميه او density of water. دي المعادله دي عشان الناس اللي بتحب تبقى عندها مرجعيه عن ان ليه انا قلت لتر او كيلو جرام. وبرضو عرفتك الناس اللي بتعرف على المواقع، والناس اللي بتعرف تقول لك 1 جرام، عرفت برضو ان دي الكالوري الصغيره. كده الدنيا اظن واضحه جدا. ولو حد عنده اي استفسار او اي حاجه يكتب لي كومنت على القناه هنا وانا هرد عليه. ولو ما كانش حاجه وضحت النهارده مع الوقت برضو هتوضح باذن الله. معلش بقى لو طولت عليكم، بس انا حبيت ان انا تبقى الامور واضحه، لان اتسالت في الموضوع ده كتير جدا ولقيت الناس عندها يعني خلط في الموضوع، فحبيت ان انا تبقى الدنيا واضحه، ويا رب يكون الموضوع وصل. واشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.